مساء الخير. السودان لم يعد أزمة داخلية سودانية، السودان أصبح أزمة دولية بامتياز، اهتمام أفريقي، اهتمام دولي واهتمام إقليمي. الولايات المتحدة تعين مبعوثا وترسل وفدا، إضافة إلى الوفد الأثيوبي والوفد الأفريقي، وإضافة أيضا إلى عواصم عربية اتخذت مواقف نوعا ما متحفظة من هنا وهناك، وطبعا كان هناك الموقف اللافت الروسي. السودان أزمة تحت مجهر العواصم هذه المرة، نقاش أبعاد لهذا المساء. خالد العيس كاتب وصحفي سوداني سيكون معنا هنا في الاستوديو، استاذ محمد عديلة ايضا عضو المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني. من الخارج دكتور علي القحيص مدير مكتب جريدة الرياض السعودية من دبي، وسيكون معنا من موسكو دكتور فائز حوالي الخبير في الشأن الروسي. السودان أزمة تحت مجهر العواصم بعد الفاصل. أستاذ محمد عديلة أهلا بك. طبعا نحاول قدر الإمكان أن نبحث عن العواصم في الأزمة السودانية الداخلية، سنعود إلى الداخل السوداني، لكن سؤالي لك، عندما تهتم هذه العواصم الكبرى، تحدث عن الولايات المتحدة وروسيا، هل هذا خبر جيد بالنسبة للسودان، أم أنه هذا يعني أن الاستقطاب أصبح دولي وسينعكس داخليا على استقطاب داخلي جديد؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن السودان أصلا هو لم يغيب عن المحاور الخارجية مطلقا منذ مجيء الإنقاذ في عام 89، لأن المنظومة الإسلامية التي استولت على السلطة أتت بمشاريع هي استفزت كل المحاور الإقليمية والدولية في أنه هناك مشروع، وبدت يعني يثير اهتمام المعنيين بسلامة وسلامة المجتمعات الدولية والسلم الدولي. يعني فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً معنية جداً بملفات الإرهاب والجماعات الإسلامية، ولذلك لم تغيب عن السودان مطلقاً. رغم كان هناك علاقات يعني أقل توتراً بين معها مع السودان، وكان حتى في علاقات أمنية مع السودان، وحتى قيل أن السودان سيعود إلى تطبيع علاقاته الكاملة مع الولايات المتحدة. هل هذا التغيير يقلق الولايات المتحدة أم يريح الولايات المتحدة؟ وهل تدخل الأمريكي القادم الجاري إلى أي اتجاه؟ أنا إذا التغيير مشى في مساره الصحيح اللي هو تحول مدني لسلطة مدنية واستعادة الحكم المدني للديمقراطية والعدالة وسيادة حكم القانون، هذا يعني مؤكد أنه حيكون هو متسق تماما مع السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وبيساعد في أنه نحن نخلق علاقة طبيعية بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا مثل المسار، إذا تحول المسار إلى مسار عسكري وقبضة أمنية وحكومة بعيدة عن الإرادة الشعبية، أنا أعتقد أنه حتظل العلاقة مشبوهة، وبتظل الحالة بتاعت الشد والجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ خالد، ماذا تريد الولايات المتحدة تحديدا؟ سنعود إلى الموقف العربي والموقف الأفريقي والموقف الروسي خصوصا، لكن الولايات المتحدة هل تريد الديمقراطية أم تريد استقرار؟ ومن يؤمن ذلك في السودان؟ بداية أحييك وأحيي جمهورك ونترحم على أرواح الشهداء في السودان. الولايات المتحدة تزعى لمجموعة من الأغراض أو الأهداف في المحيط الأفريقي والعربي وحتى أمن البحر الأحمر، بالتأكيد الذي يتابع مسيرة الحراك المصري منذ سقوط الرئيس البشير في 11 أبريل، نعلم أن هناك ربما تجمع شبه إقليمي يعني بدأ ليشكل ملامح الموقف الدولي بزيارة وفود انتظمت إلى العواصم الأوروبية والولايات المتحدة، وبالتأكيد الولايات المتحدة ما عناوين هذه المواقف؟ عناوين هذه المواقف أن انفراط عقد الأمن في السودان ربما يؤثر على الواقع في المحيط الأفريقي وعلى وجه الخصوص مصر، دولة مصر، ولهذا شهدنا مواقف مصرية مؤيدة للنظام الجديد منذ 11 أبريل. الولايات المتحدة الأمريكية معنية بملفات الإرهاب كما هو الحال مع الأمن، أمن البحر الأحمر، وأيضا قضية اليمن يعني تهم إلى حد كبير، أيضا الجماعات الإسلامية المتطرفة، الارتباط السودان ببعض التنظيمات في غرب أفريقيا والصحراء الكبرى، هناك العدد من الملفات التي تهم الولايات المتحدة. ولكن بالتأكيد الضغط الألماني الذي جاء نتائج لتوقيع الاتفاقية المعروفة بعملية الخرطوم في مالطا كان يشكل المحور الأساسي في تحرك الولايات المتحدة. لو تشرح النقطة أكثر.
كان عقد اجتماع في مالطا في عام 2016 لدول الاتحاد الأوروبي، وخرج بما عرف بعملية الخرطوم. عملية الخرطوم كانت تستهدف إيقاف الهجرة غير الشرعية ومحاربة تهريب البشر في أفريقيا، ولعبت قوات الدعم السريع وحكومة الرئيس البشير آنذاك، وعلما بأنها لا تزال تمارس الدور هذه القوات حماية الحدود الجنوبية لأوروبا في 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 حدود السودان باعتباره خط الدفاع الأول. هذه العملية يعني الولايات المتحدة دعمتها دعم كامل، ولو تذكر أن الولايات المتحدة خفضت أو رفعت نوع من العقوبات شكلا تعاطفا مع عملية الخرطوم وبطلب ألماني. هذا هو الذي يحرك الولايات المتحدة حاليا، نفس التداعي العاطفي القديم ما بين حكومة ألمانيا التي تتعاون إلى حد كبير جدا مع النظام القائم الآن في السودان، وعلى عكس ما تعلن لوسائل الإعلام من تصريحات. الواقع أن الحكومة الألمانية أكثر دولة معنية بما يحدث في السودان الآن، والولايات المتحدة حليف أساسي لألمانيا واستجابت كثيرا للطلب الألماني. هذا بالنظر إلى العمق الأفريقي واستقرار الأمن في السودان وتشابك الملفات السودانية، وعلى رأسها قضية جنوب السودان. الولايات المتحدة معنية تماما بعملية يعني استتباب الأمن في الشمال حتى لا ينعكس ذلك سلبا على الجنوب. وشهدنا أن السودان أو جنوب السودان عبر للاتحاد الأفريقي أن انفراد عقد الأمن في السودان وهشاشة الدولة وعدم تشكل ملامح الدولة الجديدة ربما يضرب استقرار الجنوب في مقتل، لأن السودان هو الراعي الوحيد لعملية السلام التي تمت. أستاذ محمد، في موضوع الوساطات، طبعا كان هناك زيارات قام بها رئيس المجلس العسكري ونائب رئيس المجلس العسكري إلى المنطقة، بعد ذلك كان هناك موقف أول للاتحاد الأفريقي وموقف حاسم للاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان حتى الانتقال من العسكري إلى المدني. كان هناك تحرك لافت لرئيس الوزراء الأثيوبي، وما يعني رئيس الوزراء الأثيوبي الذي يتمتع بسمعة لافتة سواء إقليميا أو دوليا، وكان هناك موقف روسي، وتفاجئنا بالساعات الأخيرة تطور الموقف الأمريكي. أولا، هذا الموقف الأمريكي أتى نقيضا لكل ذلك أم أتى مكملا لكل ذلك برأيك؟ أنا أعتقد أتى مكمل، لأنه الموقف الاتحاد الأفريقي هو موقف كان جزء من القضايا السابقة في الاتحاد الأفريقي، أنه لابد من وقف عضوية أي دولة يتم فيها انقلاب. نعم. وأبي أحمد، أنا أعتقد المبادرة بتاعته وجدت قبول كبير جدا من قوى الحرية والتغيير، ووجدت قبول من المجلس العسكري نفسه، وهي الإطار الذي على ضوء يعني تتم مناقشة القضية السودانية الآن في داخل السودان. أنا أعتقد أنه أثيوبيا لديها قدرة كبيرة جدا في أنها تعمل اختراقات حقيقية في استعادة المشهد السياسي لمساره الصحيح. الوضع الآن هو وضع وصلت كل الأطراف إلى النقطة التي لا بد لها أن تلتفت إلى أن المسارات التي تسير فيها هي مسارات لن تفضي إلى نتيجة. لا المجلس العسكري يستطيع أن يحكم السودان، ولا القوى الحرية والتغيير تستطيع أن تواصل في هذا المسار. لابد لنا أن نقف عند هذه المبادرة، لأنها مبدأ طالبت بضرورة العدالة وضرورة تكوين لجنة لتغطي الحقائق. هذه المتطلبات العدالة إذا استطعنا أن ننجز المعالم الرئيسية فيها، يمكننا أن نعبر إلى المحطة القادمة، وهي محطة كيفية استقرار السودان ووضعه في المسار الطبيعي للدولة العادلة ودولة سيادة القانون. أنا أعتقد الأمريكان أيضا يعني تصريحاتهم كانت واضحة جدا بأنه هم لن يدعموا إلا دولة مدنية في السودان، ولذلك وجود المجلس العسكري هذا وجود طاري لا بد للقوى السياسية وقوى الحرية والتغيير للسعي لتشكيل حكومة المدنية وبأسرع فرصة ممكنة، ولا بد من تشكيل هذه اللجنة التي تعني بمسألة استعادة العدالة لضحايا وشهداء ضد الاعتصام. في مسألة المواقف، طبعا أنا ألفتني المواقف العربية نتحدث عنها اللي كانت كثيرة الحذر في استخدام التعابير والأوصاف المتعلقة بالحساسية السودانية. المواقف الأوروبية والأفريقية كانت واضحة في أنها تريد الانتقال من العسكري إلى السياسي، وطبعا الموقف الأمريكي يعني انضم إلى هذه الجوقة. لكن أيضا الموقف اللافت كان موقف روسي واضح جدا في كلماته التي اعتبرت انحياز للمجلس العسكري. أريد أن أنتقل إلى موسكو مع دكتور فايز حوالة، هو خبير في الشأن الروسي. دكتور فايز، مساء الخير. برأيك لماذا روسيا انفردت في اتخاذ مواقف اعتبرت منحازة للمجلس العسكري؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. طبعا روسيا الاتحادية عندما تتخذ أي قرار تتخذ هذا القرار انطلاقا من المصالح الداخلية للسودان،
لأنكم على علم بأن ما يحصل في السودان هو في حقيقة الأمر عمليا هو صراع دولي بأيدي إقليمية وتحديدا أزرع تابعة للإخوان المسلمين سواء من قطر المدعومة أو من تركيا من أجل زعزعة الوضع الداخلي وتمهيد السودان لجعله نقطة انطلاق للمطامع الغربية وفي مقدمتها الأمريكية. لذلك تأتي المواقف الروسية المؤيدة للمجلس العسكري لأن المجلس العسكري في حقيقة الأمر هو جزء من الشعب وأيضا الحراك المهنيين أيضا هم من الشعب ولكن هذه القوى التي تحدثوا عنها تحاول ذرع الفتنة وسفك الدماء وتحويل حلم التحول إلى الديمقراطية إلى عملية فيها الفتن وزعزعة الاستقرار وإسالة وإراقة الدماء للشعب السوداني. لذلك تعلمون جيدا بأن أي دولة بدون جيش يستطيع حمايتها وحماية أراضيها والحفاظ على وحدة أراضي السودان طبعا بكل تأكيد أمر لن يكون بالسهل. لذلك روسيا الاتحادية هي تدعم طبعا المجلس العسكري ولا تنحاز إليه ولكن تدعمه كضمان لوحدة الأراضي السودانية من جهة ومن جهة ثانية لدرء الفتن وما ينتظر السودان لا قدر الله من مشاكل طبعاً داخلية. موقف مهم يعني أريد أن نتابع أكثر مع ضيوفنا وأريد أن أعود إليك بعد قليل في أسئلة أيضا حسب وخصوصا يعني روسيا تتحدث عن خشيتها من التدخل الخارجي. كيف تفهم ذلك أستاذ خالد الموقف الروسي الواضح الحازم المنحاز للمجلس العسكري؟ لا أعرف إذا كان الكلام دقيق بأنهم يريدون مكافحة هذه الهجمة الإسلامية المدعومة من قطر ومن تركيا. يعني ربما المتابع للأحداث قبل قبيل سقوط نظام الرئيس البشير ودعني أضع الأشياء أسمي الأشياء بمسمياتها. النظام الحالي هو امتداد بصورة أو بأخرى من النظام السابق وهناك اتفاقيات استراتيجية وقعت ما بين نظام البشير وبين الإدارة الروسية ونعلم أن يعني هناك اتفاقات أمنية مهمة جدا وروسيا هي الممول والمزود للسودان بالسلاح وهناك اتفاقات حتى في مجال التسليح والتنقيب والتعدين في المنطقة البحرية. يعني تخشى روسيا أن تنقلب السودان لصالح الخصم دعني أقول لصالح الولايات المتحدة أو. أصلا النزاع الذي ربما سبق الأسابيع التي سبقت سقوط النظام الرئيس البشير هي تحول السودان بصورة كاملة إلى روسيا كحليف استراتيجي وتعلم أن الدوائر الغربية تنظر في السودان أنه رقعة جغرافية تحت دائرة النفوذ الغربي فيما يلي الموارد والسيطرة على الموارد والخطة الاستراتيجية للتمدد الأوروبي والأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فبالتالي تدخل روسيا في السودان يعد واحدة من الأساسيات التي دفعت المجتمع الدولي لكي على أقل تقدير يغض الطرف عن السودان فيما يلي تثبيت النظام. لماذا العبارات الدبلوماسية كانت قاسية من روسيا؟ يعني نحن قد نقرأ ما وراء الجمل الأمريكي والأوروبي لكن الروس كانوا مباشرين في انحيازهم للمجلس العسكري. كما أسلفت لك الاتفاقيات العسكرية الاتفاقيات الاقتصادية روسيا حليف استراتيجي للسودان حتى في قضايا الدفاع وتعلم أن الرئيس البشير صرح وربما تسريب روسي هو المقصود منه أنه يعني إيصال رسالة للغرب بأننا أصبحنا حلفاء والرئيس البشير طلب مننا الحماية ونحن لم نتبرع بهذا الأمر والأهم من ذلك كله الزيارة التي قام بها الرئيس البشير إلى سوريا في 19 ديسمبر هذه كانت وفي لأنها كانت بطلب من موسكو بحماية روسية كاملة بل تؤكد أن الرئيس البشير كان يخطط للدخول في عملية أمنية في سوريا من أجل حماية الحدود الشمالية الشرقية لسوريا باتفاق ربما الولايات المتحدة نفسها كانت يعني تؤيد إلى حد ما ودول عربية نعلم أنها رعت هذا الاتفاق وبالتالي العلاقة الروسية السودانية بلغت أفضل درجات قبيل سقوط النظام الرئيس البشير بأيام. أستاذ محمد أريد أن أيضا أن يعني أن نلفت النظر إلى الاستثمارات الصينية الكبيرة التي يعني أكاد أقول أنها ورثت ما كانت الولايات المتحدة تقوم به في السودان وعندما سحب الولايات المتحدة في مرحلة ما أتى الصينيون ويعني أتوا في موضوع النفط وموضوع الموضوعات التنموية أخرى. هل الولايات المتحدة حاليا تريد أن تنافس الصين في هذا المجال أفريقيا وسودانيا أيضا برأيك؟ والله أنا أعتقد إدارة ترامب فعلا دي واحدة من التوجهات بتاعتها في أنها هي تحاول بقدر الإمكان تمنع النفوذ الصيني في التوغل نحو المجتمعات الأفريقية
وفي السودان طبعا معروف أنه الصين عندها مساهمات كبيرة جدا في الاستثمارات في الاقتصاد يعني. ولكن أنا أعتقد أنه المسألة هي أبعد من الاقتصاد، لأنه هناك صراع بتاع محاور، حتى زي ما أشار المتحدث من موسكو أنه التيار الإسلامي هو تيار عنده امتدادات مفتوحة، والمجموعات الإسلامية في السودان هي يعني عندها وجود وشبكات خطيرة جدا. هذه الشبكات مرتبطة بمحاور إقليمية ومحاور دولية. أنا أعتقد أنه الشعب السوداني ضروري معرفة الخارطة بتاعت هذه الشبكات في داخل السودان الآن، وخارطة السلاح نفسه. يعني أنت لو تابعت المشهد السياسي الآن في مجموعات مسلحة كبيرة جدا وكثيرة، يعني التحكم فيها مؤكد بيكون عنده يعني علاقة بالدور الخارجي نفسه. احنا عندنا المجلس العسكري نفسه، الجيش السوداني مسلح، الدعم السريع مسلح، كتائب الظل مسلحة، عندنا مجموعات موسى هلال مسلحة، عندنا مجموعات تحمل السلاح من خارج الخرطوم في دارفور وفي النيل الأزرق. هذه المجموعات كلها لابد لها أن, 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 أن تكون لديها روافع وارتباطات إقليمية أو دولية. إذا السودان هو عموما هو يعني جاذب جدا للتدخلات الدولية والإقليمية، ولكن ضروري لشعبنا نفسه أن يدرك أن أي مسار يعني بيقود للحرب هو، أنا أفتكر أنه ما مسار ممكن يكون. كلامك مهم أستاذ محمد. في القسم الثاني يعني سنتحدث أكثر عن الداخل، وخصوصا كل هذه الوجود المسلح الذي لمحت أنه له ارتباطات خارجية، بعد الفاصل. السودان أزمة تحت مجهر العواصم، أبعاد في القسم الثاني. طبعا تكلمنا كثيرا عن هذا البعد الدولي، لكن حتى نفهم أكثر أستاذ خالد سأعود إلى البعد الخارجي الداخلي عفوا. هناك حالة انسداد حصلت في الفترة الأخيرة بعد محاولة فض الاعتصام، حالة قطيعة، وحتى الآن يعني قبل دخولنا الاستوديو كان دائما كلام المعارضة أننا لا نريد التفاوض بشكل مباشر مع المجلس العسكري، وهذا كلام قالوه للوفد الأثيوبي. كيف تقيم الوضع الحالي، وهل نحن أمام انسداد أم نحن على، وخصوصا أنه الكلام أنه العودة إلى المحادثات أصبحت قاب قوسين أو أدنى. الواقع الحالي ربما يحمل العديد من المفاجآت، لا نستطيع أن نتكهن بأي شيء الآن في السودان. كنا قد شهدنا أن الاعتصام بدأ باعتباره الإضراب العام بدأ، واعتباره أنه العصيان المدني العام بدأ وكأنه سيستمر، ولكنه تدخلت بعض العوامل التي أفضت إلى تغيير رأيك. لماذا وقف العصيان؟ لعوامل كثيرة، أولا التدخلات الدولية السعية لتغريب وجهات النظر، بكل تأكيد هذه كان لها دور. هل كان العصيان ناجح؟ هل كان من دعا إلى العصيان يعتبر أنه الاستمرار في هذا العصيان هو عمل ناجح، أم أنه كان في ردود فعل بدأت تصبح متحفظة وباردة في هذا الشيء؟ العصيان بدأ ناجحا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لحد ما، ولكن بالطبع المجتمع السوداني لا يستطيع أن يعني يستمر في العصيان المدني لفترة طويلة، ونعلم أن 80% من نسبة سكان السودان يقتاتون بقوت اليوم على فخ قولة اليوم باليوم. وكنا قد ذكرنا ذلك أن العصيان المدني هو سلاح ذو حدين، كان من الأفضل أن يستخدم كسلاح ترهيبي، ولكن الخطوة التي تداركته وإعلان الحرية والتغيير بإلقاء الاعتصام والإبغاء على أنه ممكن أن ينفذ في مراحل لاحقة كانت خطوة حكيمة، ويعني تداركت إلى حد كبير جدا نظرية الفشل نفسها. وأصبح العصيان الآن لا يزال العصا مسلطة في رأس المجلس العسكري حينما يراد تنفيذه، ولكن إذا قدر العصيان المدني أن يستمر كان سيفشل وكان سيدخل بعد موضوع فض الاعتصام. هناك من خرج طبعا أصوات يعني ليست مؤيدة للمجلس العسكري، تقول أنه أيضا من يتحمل هذه المسؤولية هي المعارضة وأنها متعنتة، وبالتالي هي تفتش عن الصدام. هل هذا أيضا دفع هذه المعارضة قوى الحرية والتغيير إلى قراءة أخرى للعلاقة مع المجلس؟ بالطبع السياسة عالم متحرك وهي فن الممكن، وبالتأكيد أن الخلافات والتراكمات الطويلة التي يعني جاءت كنتاج لسياسات نظام الإنغاز لثلاثة عقود حيال هذه الأحزاب وإضعافها وتفكيكها وخلق الحواجز ما بينها ألغت بظلال على الناتج الكلي لهذه العملية، عملية الحرية والتغيير ومخاطبتها لجذور الأزمة في السودانية في منذ 11 أبريل. ولكن هناك معلوم لدى الشارع السوداني أن عدم التوافق أفضل
إلى ناتج هو الآن أوصل الناس إلى انسداد أفق. لا ينكر ذلك إلا إنسان جاحد أو لا يريد أن يعترف بالحقائق من زاوية مهنية. ولكن بكل تأكيد المعطيات التي يعني جاءت كنتائج لسقوط النظام البشير، هذا الفشل الذي نسميه فشل محدود جدا قياسا بما هو متوقع. بكل أمان المشهد السوداني متشظي، وأن تفلع قوى الإعلان الحرية والتغيير بأن تصل بالناس إلى هذه الدرجة المتقدمة من التماسك إلى هذه اللحظة مفاجأة إلى حد كبير. الواقع السوداني متشظي بصورة كبيرة، الإنقاذ نفسها رسخت لقيم لا يمكن تجاوزها في 3 أشهر أو شهرين، وبالتالي قوى الإعلان الحرية والتغيير مع نقدنا الزايد لها إلا أنها تعد متماسكة إلى حد كبير. وفي ذلك أيضا لا بد من استصحاب فكرة الحركات المسلحة وتشظي الموقف داخل دارفور وجبال النوبة وانشطار الحركة الشعبية شمال إلى أكثر من قسم، القوة السياسية نفسها وتشظيها، حزب البعث 3 أجسام، الحزب الشيوعي فيه تيارين، حزب الأمة أصبح 5 تيارات، الاتحاد الديمقراطي لا يمكن يعني إحصاء عدد الأحزاب، الإسلاميين نفسهم تفرغوا إلى مجموعات تنظيمات مختلفة. الواقع السوداني متشظي، قوى الإعلان الحرية والتغيير بنظرة واقعية نجحت إلى حد كبير مع كل هذا التشظي، ولكنها أيضا تساءل في مرحلة لاحقة من التاريخ. أستاذ محمد عديلة، حضرتك عضو المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني، حزب الأمة السوداني كان لديه موقف مختلف نوعي متباين متحفظ، بعد موضوع فضل الاعتصام كان هناك موقف آخر للسيد الصادق المهدي، كيف تشرح كل المقاربة لحزب الأمة؟ وهل اعتبر الحزب الوسطي ما بين معارضة قوى الحرية والتغيير وبين مجلس العسكري؟ أنا أعتقد حزب الأمة هو طبعا بيقع عليه العبء الرئيسي في تحمل أي انزلاق لكبر حجم الحزب ولتأثير حواضل التي يعتمد عليها أصلا. يعني الموقف بتاع الحزب هو موقف أنه ضروري الحزب يعمل على تفادي الانزلاق نحو الحرب وإدراك استعادة العملية الديمقراطية والتفاوض إلى المسار الصحيح بتاعها. يعني طبعا هناك بعض القوى السياسية بترى أنه مع وجود هؤلاء الضحايا وهؤلاء الشهداء نحن لابد لنا أن نوقف عملية السياسة وأن نتجه للتصعيد والمواجهة. والدماء هي في تاريخنا السياسي ما هذه لم تكن أول دماء يعني تندف. نحن إمام الأنصار وعشرات الآلاف من الأنصار تم قتلهم وسحلهم من قوة سياسية الآن حليفة معنا. نحن لن نقف ونحبس التاريخ ونحبس كل التجارب السياسية في السودان لأنه أن هناك دماء نزفت. صحيح إن سيتم الاعتراف بهذه الدماء، سيتم الاعتراف بهذه التضحيات، ولا بد لنا أن ننجز العدالة والتحقيق الشامل في هذه القضايا، ولكن لا بد للشعب السوداني أن يدرك أن هل اعتبر الموقف الأمة موقف معرقل للشارع او انه لهجوم المعارضه باتجاه تغيير حقيقي للنظام وليس تجميلي؟ لا 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 مطلقا. حزب الأمة هو بيرى انه التصعيد غير المرشد والغير محسوب النتائج. انا اعتقد انه دائما نتيجته هي بتفضي للحاله التي عشناها في الاعتصام. يعني كانت تقديراتنا السياسيه بترى انه طالما القوى السياسيه الحريه والتغيير استطاعت ان تنجز 95% من المتفق عليه، لابد لنا أن ننجز 5% حتى إذا 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 يعني إذا كان بالإمكان أن الناس تعلن عن تشكيل حكومتها. ولكن عموما تتفاوت التقديرات السياسية في داخل قوى الحرية والتغيير نسبة لتفاوت المواقف هل لديكم قناة اتصال مع المجلس العسكري تختلف عن قناة الاتصال مع القوى الأخرى؟ لا بشكل سريع أستاذ خالد، أريد أن أعرف موقفك أو رأيك بموقف حزب الأمة في هذا المجال. لكي أكون أمين، لدي كثير من التحفظات حول مواقف حزب الأمة في فترات سابقة كتبت عنها في كثير من المناسبات، ولكن الأمانة تقتضي أن نشيد يعني إشادة واسعة بموقف حزب الأمة مؤخرا. لماذا؟ لأنه اتخذ موقفا وسطيا معتدلا يعني غلب المصلحة الوطنية فيما يلي النأي بالدم السوداني من أن يسخ في الشوارع وأن تسحل الأمة السودانية في حرب أهلية بفعل التناقضات الكبيرة الموجودة على المسرح السياسي. ربما البعض انتقدوا موقف حزب الأمة، ولكن بغراءة موضوعية وبالنظر إلى كل لمجمل المسرح السوداني تجد أن موقف حزب الأمة كان موقفا حكيما إلى درجة كبيرة جدا. صحيح أن
حتى يعني على الصعيد الشخصي كنت من المطالبين بضرورة الحدة مع المجلس العسكري في مرحلة سابقة، ولكن بنظرة موضوعية وجدت أن هناك يعني مجموعة من الملفات ما لم يتم استصحابها في النظرة الكلية للواقع السوداني، إننا لا ضرورة سندخل بكل ضرورة سندخل في مواجهة. وبالتالي موقف حزب الأمة والصادق الإمام الصادق المهدي واجهوا صدود ويعني احتياجات وازعة في الشارع السوداني، ولكن إذا نظر الناس إلى مواقف الحركات المسلحة التي لم تنضوي إلى قوى الحرية والتغيير وإلى التشظي الكبير الذي تعيش المعارضة السودانية، سيجدون أن موقف حزب الأمة الأخير والله يوصل موقف وطني بامتياز. في إضاءتنا للداخل نعود إلى الخارج أيضا، وطبعا أطلنا عليك دكتور فايز حوالي من موسكو. طبعا موسكو الوحيدة التي كان لها موقف دعني أقول مباشر وفج في رفضها للتدخل الخارجي في السودان، ماذا تقصد روسيا بالتدخل الخارجي؟ طبعا بكل تأكيد التدخلات الخارجية معروفة للجميع، وإن لم تكن هناك إشارة واضحة من الطرف الروسي حول من يتدخل خارجيا. التدخل الخارجي يأتي من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي شعرت بأنها تفقد السودان، والسودان كما تعلمون أنها كانت تسمى عيون أمريكا في العمق الأفريقي، لذلك هي تحاول وبشتى الوسائل وخاصة بعد أن شعرت بأن السودان أخذت تتجه نحو الشرق إن صح التعبير تسميته، وخاصة باتجاه روسيا الاتحادية التي وقفت مع الشعب السوداني في جميع مراحل التطورات بغض النظر عن العلاقات القوية والمتينة والقديمة بين السودان وروسيا الاتحادية بين الاتحاد السوفيتي التي بدأت من نهاية خمسينيات. لكن صراحة دكتور فائز يعني ألا تعتبر أيضا أن موقف روسيا وبهذا الشكل هو أيضا تدخل مباشر في شؤون السودان، فيما بقية الأطراف الإقليمية والدولية تحاول تدوير الزوايا واختراع تعابير يعني وسطية نوعا ما؟ طبعا لا أعتقد ذلك، لأن روسيا الاتحادية دائما تقف على الحياد، تقف مع الشعب، والطرفين النزاع إن صح تسميتهما في السودان فهما من الشعب السوداني لا أكثر، كما أسلفت الجيش السوداني هو من الشعب السوداني وليس جيشا أتى من المريخ أو من الخارج أو من المرتزقة، وأيضا باقي الشعب الذي خرج للعصيان إن صح التعبير تسميته عصيانا مدنيا وإلى التظاهر السلمي في أراضي السودان أيضا هو من الشعب السوداني، ودائما روسيا الاتحادية كما كان الاتحاد السوفيتي تقف مع شعوب العالم، وعندما نقول بأن الجيش والشعب هما شعب السودان فهذا يعني عدم الانحياز، ولكن الجيش هو المسؤول في حقيقة الأمر في أي بلد في العالم على صيانة الأمن والسلم في أي دولة والمحافظة على وحدة واستقلالية أراضي أي دولة، لذلك ربما يشعر أحدا ما بأنه منحازا إلى الجيش أو إلى الفريق العسكري، ولكن هذا ليس انحياز ولكنه انحيازا لصالح منع تقسيم السودان ولصيانة وحدة أراضي السودان. ابقى معنا دكتور فائز، سأعود إليك بعد قليل. أستاذ محمد، في مجال التدخلات الخارجية، أولا على ماذا تعتمد هذه التدخلات الخارجية؟ طبعا النظام السوداني لديه علاقات مع العالم، وكان النظام السابق لديه علاقات مع واشنطن وموسكو، وعلاقات لعب أيضا بين الدولتين، لكن هل هذا التدخل الخارجي بإمكانه أن يمون بين مزدوجين، أن يضغط، أن يكون لديه كلمة على قوى المعارضة التي يعني الأستاذ خالد منذ قليل عددها وهي بالعشرات وهي منقسمة أيضا؟ انا اعتقد في دول لابد لها ان تكون عندها تدخل مباشر في الشان السوداني لارتباطات، مثلا مصر لابد للدوله في مصر ان تطمئن الى ان الذي يجري في السودان لا يؤثر على امنها ولا يؤثر على مصالحها. اثيوبيا لابد لها ان تطمئن ان الذي يحصل في السودان لابد له ان يكون متسق مع سياساتها وامنها. اريتريا، السعوديه، دي كلها دول عندها علاقه مباشره مع السودان وعندها علاقه وتتأثر مباشرة بأمن استقرار السودان وأمنه. نحن نعرف أن السودان يعني في فترة حكم البشير خلق ارتباطات مسلحة بالمجموعات الإرهابية، يعني في غرب السودان التي تمتد لغاية بوكو حرام، الشباب في الصومال، وهذه الارتباطات كانت مربوطة بمفهوم بتاع الإسلام السياسي، وده ارتباط كان بتعدى الحدود بتاعت الدول، ولذلك دائما السودان هو محل بتاع نظر للدول التي تتضرر من هذا المنظور،
من الدول التي لديها سياسات تتعارض مع سياسات مثل هذه التوجهات اللي هي توجهات الإسلام السياسي تحت المظلة بتاعت الحكم بتاع الأخوان في السودان. وطبيعي جدا أن يكون هناك اهتمام من هذه الدول بما يجري في السودان، لأن الذي يجري في السودان يعنيهم يعني، ويعني سلامتهم ويعني أمنهم. طيب إذا كان هذا هو السياق فيبقى بالضرورة نحن نكون مدركين كشعب وكأصحاب ثورة شنو المواقف اللي ممكن تخلينا احنا نتوافق مع كل من لديه مصلحة في السودان، ولا تحد هذه المصلحة تتعارض مع مصالح شعبنا. نحن لدينا مصلحة في تفكيك مشروع الدولة العميقة في السودان، ولدينا مصلحة حقيقية في إزاحة مشروع الإسلام السياسي الذي سيطر علينا ومزق السودان شعبا وأرضا. لكن هل التدخلات الخارجية وبشكل صراحة تريد تفكيك الدولة العميقة في السودان؟ أليست الدولة العميقة في السودان هي ضمانة استقرار لهذه الدول الخارجية أيضا؟ للأسف لا، تجربة الدولة العميقة في السودان لم تكن أصلا هي يعني مبشرة لأي دولة حليفة في حوالينا في الإقليم. يعني إذا ابتدأنا بها منذ مجيء الإسلام بن لادن وإلى آخر لحظة في المجموعات بتاعت الإسلاميين التي تقاتل الآن في ليبيا، أنا أعتقد أن السودان بوضع القائمة السابق يعني بوضع تحت منظومة الحكم بتاعت الإسلام السياسي برئاسة البشير لن يكون هو حليف لأي دولة، ويتعارض تتعارض مصالحه حتى مع حلفائه، لأنه هم يعني بيلعبوا على 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 تناقضات الدول المحيطة بهم، وبيلعبوا على المشروع بتاع الإسلام السياسي الذي يتجاوز الحدود. نحن بالنسبة لنا كشعب سوداني مصالحنا تقتضي باستعادة الحرية والديمقراطية والاعتراف بتعددنا سياسيا وفكريا واجتماعيا، وإدارة هذه التعددات تحت سقف العمل الديمقراطي وتحت المنظومة بتاعت الأحزاب السياسية التي تبعد المشاريع التي تتعدى الحدود هذه. ولذلك نحن بنعتقد أنه أي دولة مصالحها تتوافق مع إزاحة المنظومة بتاعت الإسلام السياسي السابق وتفكيك الدولة العميقة في هذا السياق، نحن نعتقد أنه ليس هناك تعارض مطلقا بين مصلحتنا ومصلحة شعبنا ومصلحة هذه الدول. علينا إدارة هذه المصالح. المعارضة بعد تشكيل حكومتها يمكن أن تنشئ مؤتمر لكيفية إدارة العلاقات الخارجية مع الدول التي لديها شأن في السودان ولديها مصلحة في السودان. أنا أعتقد أنه السودان ليس السودان الداخلي فقط، السودان بعد مجيء الإنقاذ هناك أكثر من سلسلة شعب السوداني هم يعيشون خارج السودان في الخارج، مصالحهم تقتضي أيضا أن أدير هذه المصالح وأرى كيفية إدارتها بطريقة لا تتعارض مع مصالح هؤلاء التلت يعولون أكثر من التلت في داخل السودان. يبقى تلتي الشعب السوداني وإما خارج السودان أو يعتمد على خارج السودان نسبة لإفقار النظام كان لافت أنه المبعوثين الذين تابعناهم حتى الآن في السودان هم إما ولايات متحدة أو أوروبيين أو أفريقيين أو أثيوبيين، وبالتالي في القسم الأخير سنناقش أيضا الموقف العرب من هذا الشأن. بعد في القسم الثالث والأخير نناقش موضوع السودان أزمة تحت مجهر العواصم، من العواصم أيضا العواصم العربية وموقف العرب كل البلدان العربية فيما يجري في السودان. انضم إلينا دكتور علي القحيس وهو مدير مكتب جريدة الرياض السعودية في دبي. أهلا بك دكتور علي. هناك طبعا يعني مجموعة تحركات قام بها القاضي قادة المجلس العسكري في السودان باتجاه دول عربية، يتحدث خصوصا عن دول مصر والخليج. كيف برأيك السعودية والإمارات تقيم هذا التحول في السودان، وبأي اتجاه تقدم المساعدة إلى هذا البلد حاليا؟ أولا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأغلب دول الخليج تدعم المجلس العسكري السوداني، دعمته مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية تحديدا من الإمارات، لكي لا يصبح السودان يعني لغمة صائغة كما حصل في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وتصبح شريعة الغاب هي التي تحكم البلد وتفلت الأمور من عقالها وتسود الفوضى والنهب والسلب، ونخسر بلد مهم عربي حقيقة كما خسرنا بلدان عربية بسبب الفوضى الخلاقة التي يراد لها من بعض الأطراف الإقليمية والدولية
يعني ولذلك احنا يعني نأمل من المجلس العسكري السوداني أن يتصرف بحكمة لتعبر سفينة هذا البلد إلى بر الأمان. دكتور عائلق حيس، طبعا الخبر كان لافت أن نائب رئيس المجلس العسكري قد زار السعودية والتقى بولي العهد السعودي، أي رسالة أرادتها الرياض من خلال هذا اللقاء؟ نعم صحيح، يعني الرياض استقبلت الوفود المجلس العسكري السوداني لأنه أعتقد له علاقة في المبعوث الأمريكي الذي سوف يصل إلى السودان يعني بعد أيام. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كما أسلفت حريصة على وحدة السودان وتماسكه وحاولت أيضا إقناع المجلس العسكري السوداني أن لا يضغط حتى تفلت الأمور، وأن هناك يعني تدخلات إقليمية للأسف، يعني بعض الدول تريد أن يعني السودان يغوص في الفوضى العارمة التي كما أسلفت مثل ما حصل بعض الدول، لأن المملكة العربية السعودية والإمارات وبعض دول الخليج حريصة جدا على وحدة ومصير ومستقبل السودان. دكتور علي، طبعا هناك طبعا موقف واضح ويعني شرحته في مداخلتك حول أنه السعودية والإمارات ومصر تريد دعم السودان واستقرار السودان، لكن باتجاه أي خيارات؟ ما هي الخيارات السعودية والإمارات ومصر في السودان؟ أعتقد موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر موقفها واضح، هو يعني من البداية قالوا أنه أن الخيار مصير السودان هو خيار الشعب السوداني، ولكن كمؤقتا دعمت المجلس العسكري ليضبط الأمور لحين هناك تكون انتخابات حرة من قبل الشعب السوداني، لأنه لو تلاحظ هناك ما في بديل. طيب المدنيين يطالبون بسلمنا السلطة، السلطة ليست هي سيارة منتهية الصلاحية أو سوبر ماركت وتذهب إلى ما تذهب عليه، يعني أعتقد أنه مطالب حتى وإن كانت هناك مطالب مشروعة، لكن أيضا مطالب المجلس العسكري مشروعة لكي لا يذهب السودان إلى التيه أو يذهب إلى الهاوية، وهذا موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر. دكتور علي قحيس ابقى معنا، سأعود إليك بعد قليل لمزيد من الأسئلة. أستاذ خالد العيسر، كان هناك لافت جدا أن تحرك رئيس المجلس العسكري ونائب رئيس المجلس العسكري تحركوا باتجاه هذه العاصمة أو تلك، وكان واضح أنه في مزاج عربي معين يريد أن يدعم المجلس العسكري بصفته أحد مداخل الاستقرار في السودان، وكل البيانات التي استخدمت فعلا كانت شديدة الحذر مقارنة بمواقف هذه الدول، هذه الدولة أو تلك، من قلاقل حصلت في هذه الدولة أو تلك. كيف تفهم ذلك؟ هل التجربة السابقة من الحساسية السودانية يعني من الصعب اللعب بزواياها؟ من حسب متابعتي للحراك داخل بعض السفارات العربية في الخرطوم، كانوا يعني يتوجسون من مآلات الحراك الشعبي السوداني، وعديد من الدول لم تتخذ مواقف صريحة وواضحة، كانت ما بين أن النظام ربما يستطيع أن يقمع هذه التظاهرات وهناك احتمالات أن يضغط، وبالتالي كان الموقف خجولا إلى حد كبير. والشاهد أن تبدل المواقف لبعض الدول العربية من زاوية عدم مناصرة الفعل والحراك الجماهيري قبل الصعود إلى مواقف مؤيدة ربما النغيط، والحالة العكسية هي مواقف نغيضة لهذا الموقف، كانت ترفض الحراك أو تؤيد الحراك ورفضته بعد أن جاءت إلى السلطة حكومة مدنية أو الحكومة الحالية. رغم أن كل ذلك لم يعلن في البيانات، كان الكلام عن الحوار، كان الكلام عن لم يعلن خصوصية الواقع السوداني. ربما تداخل المشهد السوداني كما أسلفت لك فرض بعض يعني المواقف العربية والإقليمية التي ربما تغرأ من زوايا متعارضة مع مزاج الشارع العام السوداني، ولكن إلى حد كبير المشهد السوداني كان يتطلب نوع من الحياد والدعم من زوايا متوازية دعني أقول، ولكن الآن على باستطالة أمد الأزمة تصبح يعني المواقف أكثر حدة
وبالتالي لا بد من التعاطي مع هذا الملف بحذر شديد. كيف تفهم أستاذ خالد، وطبعا هذا سؤال يعني مشروع، أن يكون هناك مبعوث أثيوبي، مبعوث الاتحاد الأفريقي، ومبعوث أمريكي، وليس هناك مبعوث عربي حتى الآن في السودان، وربما أفضل، يعني قد يكون الأفضل عدم تدخل هذه الدولة أو تدخل، لكن حضرتك كيف تفهم هذا؟ الفهم البسيط لهذا الأمر أن الجامعة العربية لا تزال أيضا اتخذت موقف، دعني أقول مخزي بصريح العبارة، ومحبط للشعب السوداني، وتعلم أن هناك، ونعلم أن هناك أصوات كبيرة ارتفعت داخل السودان تطالب يعني انسحاب من الجامعة العربية نفسها. لا نريد أن نكذب الأشياء وندفن رأسنا في رؤوسنا في الرمال، ولكن النتائج التراكمي للسياسات العربية تجاه السودان، والتي يعني مشت جنبا إلى جنب مع سياسات القمع التي مارسها النظام في تجاه الشعب السوداني، هي أفرزت هذا الناتج الذي فيه نوع من الحذر الكبير تجاه المواقف العربية. ولم تكن هناك أي دولة عربية الأرضية الكافية لكي تطلع بدور الوسيط المحايد. حتى الوسيط الأثيوبي نفسه لم يكن إلى هذه اللحظة هو ليس وسيط محايد، والشاهد أن أبي أحمد ذهب إلى الخرطوم وعاد بعدد كبير من السجناء، وكأنما كانت الرحلة بهدف يعني الرجوع بهؤلاء السجناء. لم يكن صعبا على أثيوبيا أن تؤجل هذه الخطوة للطائرة التي ستعقب إغلاق طائرة أبي أحمد إلى أثيوبيا. لماذا هو أراد أن يصل إلى المجتمع الأثيوبي بأنه عاد من السودان بهؤلاء السجناء؟ في وسط هذا الزخم الإعلامي ضاعت القضية الأساسية. دعني أقول أن التدخلات الدولية كلها مرفوضة، من أوروبا لأمريكا للمحيط العربي الأفريقي وحتى دولة أثيوبيا. لا تساعد لأنها جميعها تصف في خانة المصلحة الخاصة بهذه الدول التي تتدخل. إذا جاز لنا أن نسمي دولة محايدة في المحيط العربي والأفريقي والدولي هي دولة إريتريا. بكل أسف إريتريا كانت حاضنة لكل التوافق الذي تم بين القوى السياسية المعارضة في حقبة سابقة في التسعينات، ما عرف بالتجمع الوطني المعارض. آنذاك كانت هناك بيئة حاضنة للملف السوداني من زاوية الوساطة المحايدة، ربما كان يعادي النظام ولكن كان يسير في اتجاهات المزاج الشعبي الغالب. اليوم هناك مصالح استراتيجية كبرى ما بين الشعبين، وليست هناك مصالح اقتصادية بالحد الذي يمكن أن يدفع دولة إريتريا لكي تلعب هذا الدور من زاوية المصلحة. دولة جنوب السودان لديها مصالح، مصر لديها مصالح استراتيجية، إثيوبيا لديها تداخل أو تحتل بعض الأراضي السودانية، مصر تحتل مثلث حلايب وشلاتين وبورماد، تشاد هناك خلافات بين السودان وتشاد إلى حد كبير فيما يلي عملية التسليح والتراكم. بالتالي تدخل الخارج قد لا يكون خدمة للسودانية. تدخل خارجي يضرب الملف السوداني. في هذا الشأن هل تتفهم هذا الخجل العربي في بيان في البيانات التي صدرت، في المواقف التي صدرت، وأيضا في غياب أي مبعوثين للتوسط الداخلي في السودان؟ وهل هذا لصالح أساسا الحوار السوداني السوداني الداخلي عدم التدخل؟ والله أنا أعتقد دائما الموقف العربي في السودان موقف، تحديدا جامعة الدول العربية، تجربتنا معه ما مشرف. يعني احنا لدينا ازمه في دارفور استمرت اكثر من عقدين، وعلما بس لانه الجامعه العربيه غائبه عن النزاع السوري، وغائبه عن النزاع الليبي، وغائبه عن النزاع اليمني، فايضا قد يعني غياب عن النزاع السوداني تحصيل حاصل. طبيعي طبعا طبعا. انا اعتقد انه الواقعيه السياسيه بتقتضي انك لا بد لك ان تتعامل مع المحيط الخارجي. لا نحن في دوله لا بد لك ان تتعامل مع المحيط الخارجي، ليست في جزيره معزوله يعني. والحياه السياسيه بتقتضي انك تتعامل مع الجار، مع الحليف، مع المحيط الدولي بتاعك انت. لكن المؤسف انه افتكر انه الجامعه العربيه مفترض كان يكون عندها وجود اكبر وتمثيل اكبر، والشاهد الى الان لم يكن لديها الدور المناط بها. الدور العربي من بعض الدول مثلا زي الدور السعودي والاماراتي الذي يتحدث عن انه هو يدعم المجلس العسكري، اعتقد ده دور ما صحيح. الأصل أنه يدعم قضية الشعب السوداني في التحول. نحن ليس لدينا اعتراض في أن إذا كانت هناك قضايا مشتركة أو مصالح مشتركة بين شعبنا والشعب السعودي أو الشعب الإماراتي أو الشعب المصري، ولكن ضروري أن ننتبه إلى أن الحياة السياسية في السودان حياة راسخة، والحياة المدنية حياة مستقرة وقائمة. نقل السلطة المدنية لسلطة هي سلطة بتعتمد على آليات جاهزة، عندنا أحزاب سياسية راسخة، عندنا تجربة ديمقراطية أصلاً يعني ضاربة في العمق والتاريخ. دعم الشعب السوداني هو دعم كلي، باكج للتحول السياسي فيه كله، ولاستقرار السياسة فيه، ولاستعادة المشهد السياسي فيه، ليس دعماً للمجلس العسكري لوحده. أنا أعتقد أنه إذا كان الدعم موجه للمجلس العسكري ضروري أن يراجع ويوضع المجلس العسكري في مسار صحيح، أنه المجلس العسكري مناط به حماية الأمن وحماية الحدود والعمل بالتنسيق مع السلطة المدنية القادمة لحماية السودان من التمزق. صحيح هناك مشاريع على مستوى بعض الدول التي تدعم
مش للمشروع بتاع الإسلام السياسي، لابد من التصدي لها. في هذه الحالة نستلهم تجارونا كلنا كعرب وكأفارقة وكمجتمع دولي، ولكن لابد للعرب أن ينتبهوا أن دعم المجلس العسكري على حساب الشعب السوداني هو ضار بالمصلحة السودانية وضار بمصلحة الشعوب دي كلها في مبينة. عودة إلى دبي دكتور علي القحيس، في البيانات التي صدرت من الرياض أو القاهرة وأبو ظبي كانوا يعني هناك دعم للحوار، وكان هناك طبعا واضح جدا أنه كانت العبارات منطقات بشكل لا تمس ولا تستفز أي أحد من الأطراف السودانية، علما أنه الموقف الروسي كان واضح ومباشر ومنحاز نوعا ما. كيف تفسر ذلك؟ يعني أعتقد أنه بيانات شفافة واضحة حتى يعني لا يعني تثير حفيظة الشارع السوداني أو ما يسمى بالعصيان المدني أو المدنيين، ولذلك حاولت أن تطرح هذا الرأي المتوازن المعتدل لترضي كل الأطراف. أريد أن أشكرك دكتور علي القحيس، كنت معنا من دبي، حضرتك مدير مكتب جريدة الرياض السعودية في دبي. أريد أن أعود من العرب إلى العالم من جديد مع الموقف الروسي اللافت الذي يبدو استفز الأمريكيين واضطروا إلى إرسال وفود وتعيين مبعوث خاص. دكتور فائز أحوالي من جديد في موسكو، هل يمثل موقف روسيا موقف تتشارك به دول العالم؟ أريد أن أعرف أنه هل موسكو على رأس تيار دولي، وهل موسكو أيضا تخشى من أن يتحول هذا السودان من حليف كما قالوا ضيوفنا، وأن السودان كان يعني ينظر باتجاه الشرق، وأن تعيد الولايات المتحدة والغرب، دعني أقول بين مزدوجين، استعادة السودان إلى حاضنته؟ بكل تأكيد لا تخشى، لأن الخطوات التي تتبعها روسيا الاتحادية هي تتبع أسلوب التشاركية الاستراتيجية، بمعنى آخر لا تتبع أسلوب التبعية الاستراتيجية، النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تقوم على سبيل المثال السودان دولة فقيرة، السودان مثقل بالديون الخارجية وقروض البنك الدولي وما إلى غير ذلك، ولكن روسيا الاتحادية ماذا تقدم؟ هل تقدم لفئة سياسية؟ إنما هي تقدم للشعب السوداني بشكل عام. فجميع المشاريع والاستثمارات التي تم التوقيع عليها إبان زيارة الرئيس عمر البشير لروسيا الاتحادية هي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن السوداني بشكل خاص، والقضاء على البطالة من خلال منح فرص عمل جديدة عبر استثماراتها، مثلا حتى مشروع الطاقة النووية والمحطة الكهربائية المزمع إشادتها، فهي تقوم ليس بقروض من البنك الدولي، وإنما هي استثمارات بأموال روسية بحتة، وهذا الاستثمار يعني يوفر الطاقة، وتوفير الطاقة تعلمون جيدا بأنه يفتح المجال كثيرا لعملية الإنتاج، لعملية الاستثمارات وما إلى غير ذلك، وبالتالي القضاء على البطالة أو تحديد من حجمها ورفع مستوى المعيشة للشعب السوداني. لذلك فهي لا منك على الموقف الروسي هو موقف جمعي وليس منحازا للمجلس العسكري أو للمعارضة وللشعب السوداني. شكرا جزيلا دكتور فائز أحوالي، كنت معنا من موسكو. طبعا أنا أريد أن أستاذ خالد أن أستعير كلمة أعتقد أنها نوعا ما فيها نوع من الضبابية عندما نتحدث عن السودان الفقير، والسودان ليس فقيرا، والسودان دولي فيها من الثروات المعروفة وغير حتى الآن غير المستثمرة، نتحدث عن النفط واليورانيوم والزراعة والمعادن، وهذا يعني أن السودان ليس فقط مصلحة سودانية، هناك مصلحة دول كبرى في الإقليم وفي العالم تنظر إلى هذا السودان الجديد نظرة مالية، هل هذا يخيف؟ بالطبع هي أزمة السودان الأساسية أنهم ينظرون إلى السودان باعتباره حديقة خلفية ليس فقط لمصر الجارة، وإنما العديد من دول العالم الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة وبريطانيا وهذا الحديث مردود بكل تأكيد. السودان دولة غنية إلى درجة كبيرة، ولكن التدخلات الخارجية التي أفضت إلى أن السودان يصبح دولة عاجزة. لماذا استفز المجلس العسكري من تغريدات السفير البريطاني وتم استدعائه، يعني رغم أنه المواقف الأوروبية كانت كلها بنفس لأنه بريطانيا لديها خبرة تراكمية في السودان، وهي الدولة التي كانت تستعمر السودان، وأكثر دولة في العالم لديها مخزون علمي وتاريخي يعني معلوماتي عن السودان، وليس وتدخله لم يكن حميدا، دعني أكون واقعي. بريطانيا تنظر للسودان أيضا نظرة تاريخية، والكتب البريطانية حافلة بأسيرة نظرة للشعب السوداني ولدولة السودان، ولكن بريطانيا على صريح عدة الواقع لم
تساعد السودان بالصورة المطلوبة. المساعدة لم تكن كافية بحيث أنه بريطانيا تدعم بعض القوى السياسية خصما على النظام القائم. دعنا نكون واقعين، حتى في معادات للرئيس البشير لم تكن متوازية. هي عادة الرئيس البشير ليس فقط لأنه رجل مجرم ونظام مجرم، ولكن معاداته يعني تخدم أجندات بريطانيا في السودان. وبالتالي نؤكد أن التدخلات الدولية أيا كان شكلها من أي دولة لن تكون ناجعة ولن تكون في مصلحة الشعب السوداني، بعيدا عن تفاكر السودانيين وجلوسهم إلى الوصول إلى صيغة توافقية. وهذا يعود بنا إلى الخطاب الذي سبق، سقوط الرئيس البشير والشعار المعروف تسقط بس. عندها كان الناس يطالبون المعارضة السودانية بأن تجلس إلى بعضها البعض لتتوافق حول برنامج سياسي للحد الأدنى من التوافق، ينتقل بالناس انتقال سلمي ويرسخ للدولة الجديدة في شكلها المدني الديمقراطي، والانتقال السلمي للسلطة، وصول إلى دولة العدالة والقانون والمساواة، والانتقال إلى دولة من يوصف البعض كما هو الحال مع ضيفك من روسيا بالفقر، إلى دولة غنية كما هو حال السودان الذي عرفناه في التاريخ. طبعا سنعيد الحدث الى الداخل السوداني. تحدثنا عن المجهر العواصم على السودان من وجهه نظر خارجيه، لكن الحدث الاساسي هو في الداخل. ودنا اشكرك استاذ خالد العيسي الكاتب والصحفي السوداني، استاذ محمد عديل شكرا جزيلا لك، حضرتك عضو المكتب السياسي لحزب الامه السوداني. كان معنا من دبي مشكورا دكتور علي القحيس مدير مكتب جريده الرياض السعوديه هناك، وكان معنا من موسكو دكتور فايز حوالي الخبير في الشأن الروسي. السودان أزمة تحت مجهر العواصم، كان موضوع أبعاد هذا المساء. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.